نادي الشباب بالوزداد رائد ترتيب المحترف الأول برصيد 11 نقطة، يتصدر قائمة البطولة المحترفة ومعها أيضا قائمة النوادي التي تعاني وتتخبط في المشاكل المالية منذ بداية الموسم. رفقاء عناني الذين رفعوا التحدي وقدموا كل ما يستطيعون خلال المباريات الخمس الماضية رغم عدم تلقيهم أي فلس من الإدارة الغائبة الممثلة بالرئيس المخفي أو المتخفي، يكونون قد قرروا أخيراً مقاطعة التدريبات والدخول في إضراب مفتوح بعد إخلاف بوحفص لوعدها. أبناء العقيبة ووعياً منهم بمسؤولية الحفاظ على نقاط الجولة المقبلة، أعلنوا خلال حضورهم الحصة التدريبية صباحية اليوم الأربعاء أن التصعيد سيكون بعد مواجهة ثورة الجمعة المقبلة في إطار الجولة السادسة من المحترف الأول، أين سيستعدون الخميس بشكل عادي. إذن هي رسالة واضحة تحمل مطلبا مشروعا من لاعبين بللوا قميص الشباب كما ينبغي، نالوا احترام أنصار النادي والذين باتوا أيضا يطالبون برحيل المسؤول الأول عن هذه الفضائح، والتي من دون شك لن تشرف اسم هذا النادي العريقة.